زين هنا سماء سماء نفس النظر هي بها او هاي بها او وين المشكله؟ المشكله هاي كانت السطر هاي راسا على الا موجوده نوعيتها هاي هنا على السطر اذا الكلمه الهمزه مالتها على السطر وقريب انونها اذا قبلها حرف الا يتنون مكان السطر بعد ما اخلي آه ثاني ما اضيف بالحالتين ما اضيف الالف مال التنوين سواء على الالف هي تجلس او تجلس على السطر اذا قبلها او هي جالسه على تتنون مباشر ما اسوي بها اي شيء يعني الالف حرف مد ولا ام حرف الرابع اصلا يعني الالف حرف مد همزه بين الفين ها يعني؟ رفع الهمزه بين الفين اي فمن هاي القاعدة انت خلي ببالك هي اذا الحرف منفصل تجلس تبقى الهمزة بمكانها والتنوين بعدها يكون شلون هسه هذه سوء جزء لان هي حروف منفصلة قبل بس عندنا في حالة الحرف المتصل راح البنباوع شلون هسه عندنا هنا